وسهلا بالحضور الكريم. اليوم أمسيتنا اليوم في هذه المعلمة التاريخية بمدينة مكناس الإسماعيلية نحتفي بالمرأة المكناسية خصوصا لأنها متميزة. نعلم جيدا أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي أيضا من تنشئه وتعده نصفه الآخر. أيضا المرأة هي سبب ازدهار المجتمعات وقوتها. المرأة، كيف أن يهزم مجتمع قبالتها وهي دائما خلف كل رجل فيه تسانده ليصل قمم النجاح؟ إذن بهذه المناسبة أرحب بكن وبكم وبالوفد الذي يشرفنا هذه الأمسية، ونقول بسم الله نفتتح أمسيتنا هذا المساء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم سيتلوها على مسامعنا المقرئ رشيد مرادو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. المرأة المغربية كانت حاضرة ومنذ الأزل من أجل ترسيخ روح المواطنة بهذا الوطن الحبيب. والآن نمر مباشرة من أجل إنشاد النشيد الوطني لنقف جميعا تكريما وإشرافا وإجلالا لله. سيقدمه لنا كورال المعهد البلدي الموسيقي برئاسة الأستاذ بوطاجين وتحت إشراف الأستاذ سعيد ركي.
ودائما مع كورال المعهد البلدي الموسيقي. سنستمتع الآن بوصلة موسيقية سيقدمونها لكم ولنا جميعا، سيقدموننا أغانيا تباعا، أغنية ناس مولاي إسماعيل، أغنية ابن الحسن، نداء الحسن، والأغنية التي يتلوها الصغير والكبير أو يغنيها وينشدها الصغير والكبير، العيون عينية، دائما برئاسة المايسترو سعيد رقي وتحت إشراف أستاذ طاهري.